ماما يا حلوة يا أجمل يا حناتي. نجفة إيه؟ نورتي بيتك يا أبو بركات. عاملة إيه يا هبلة؟ الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله يا بنت، كفاية يا بنت. والسعي ما تقربيش من ويش حناتي، لأحسن هي مش مستاهلة لنفسك. خلاص يا ناجي اطلع انت وسيبي ماشي مع امي النهارده. اه ايه ده؟ انت ناسي النهارده يومي ولا ايه؟ انسى ازاي؟ ودي حاجه تتنسي يا قمر؟ انا بقول لها تطلع ترتاح شويه، انما انا معاك انت يا مشمشاي. وانا معاك انت يا بركات. وانا كمان معاكو. بس انا عيان عيانه، راسي تقيله وعايزه انام. ايه ده؟ انا بصدقك. يعني انت ايه يا اختي؟ بتصدعك يا اما بتصدعك. اه بتصدعين، ما انا بفهم كلامك بالعافيه. هعمل ايه وانا عيانه مش ناقصه؟ ماشي يا همات. صح يا اما، انا سمعت ان سته عايشه وقاعده عند اخوها مصطفى في اسكندريه. وعرفت من فين؟ عشان هو بيحب سته. يمين بالله ما بحب سته، سته اخت مرت اخويا. انا بس زعلان ومقهور على الظلم اللي هي فيه. الست اخواتها الرجاله داسوا عليها. اطمن، ما تقلقش على ستهم. ستهم جدعه وطول عمرها بميت راجل، واللي زيها عمر ربنا ما يحكم عليه حد حتى لو كان اخواتها. بسم الله ونعم الوكيل. نورت بيتك يا ابو. يا بوي البطاطس دي عشقي. بلانا وشفها مصطفى. الله يهنيكي. منورانا يا ستهم والله. نور اكلت ولا لسه؟ عاوزاش، دماغها ناشفه زي الحجر. طب هات انا هحاول اكلها. عقبالك يا عزه، ان شاء الله ربنا يديكم. على فكره احنا رحنا لدكاتره كتير قوي، كلهم قالوا لنا ما تقلقوش. نقلقوا بتاع ايه؟ احنا قادلنا 3 سنين، في ناس بقالهم ياما ولسه ربنا ما اذنش. والله يا درش لو عاوزين تخلفوا بطلوا تفكروا في الخلفة، سيبها على الله. كله على الله ستهم. خد وكليها. اعو.